أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وليلة السوء ويوم السوء وصديق السوء وجار السوء، وأعوذ بك من ذا الوجهين وذا اللسانين، وأعوذ بك من إبليس وذريته وشياطينه، وأعوذ بك من الحريق والطريق وساعة الغفوة يا رب العرش العظيم. مأزومين للفطور عند أبو عزام، وأنتظر الشباب بس ونمشي. لا إله إلا الله، خلق الأرواح خلق الأصباح، ننجي من الظلمات إلى النور. يلا على بابك يا كريم. صراحة لو اتكلنا على الله. البيبان أول شيء شافته طع طع. كيف شف؟ إيه شاف. ترجع بنفسه؟ إيه. رد الباب ويسك. والله ما نبضريب. أبيتني الكومين طع طع. ما نبضريب هنساها، وش أسوي؟ أعوذ بالله من الشيطان. أخوي مسرحنا مع فجر. عسى المطعم اليوم ممتاز. لا والله معزومين على ابو عزام، انا نسيته. معزوم عند من؟ ابو عزام. بس عزائم خطائر وفي البيت تسوي لك كبسه حاش وملا. يا اخوي انت صاحي المجنون، وش الكلام هذا؟ انت من يوم ما في رسميات ولا في مره وناخذ راحتنا، وين الرحله؟ صله رحم، صله رحم. انا ما اقول لا تصل، اصل بعدين. ابشر ورب البيض المشلوق عند ابو عزام. الله يجيك عليه. دورنا غريب حخر ولا مطعم. والله غير تاكلها عنده بس. والله؟ اي نعم. امانه بتلتها؟ اي والله. شكرا. انا الصبح يا رجل انتم علامكم ما تدانون. انا الصبح على جودية على المطبخ مالك. انتم علامكم ما تدانون الكرامة. ما هم من دار الكرامة، زانوا كلنا يبغون. يا اخوي ما نبى الكرامة. بس ما هو وقتها. وش تو؟ ما نبى الكرامة. نبى المطعم اللي تروح كل شيء وتصور فيه وتاكل من على شيء، لكن حتى الشكشوكة ما في. ما جت حزتي. عاد صادفت عزام اللي رديتنا الجيره رحت تاكل فيها، والحين ودنا ابو عزام وشلت ابو عزام. وصلنا بيت الرجال ما شاء الله تبارك. كنت تردين معه ها؟ امس بتردين معه ما حلو كنت اذا ترديت تروح على وجهك؟ اي والله. قال بقى ابو عزام يا هلا. شفتوا ما دامكم جيتوا محلي؟ إيه؟ كل ما في خاطر وفي راسي وفي قلبي مدموع. يا ولد يا ابو عزام الرجال دوب جبتهم يقول الحنا بس هذولي مطنخ والله اللي يعطون عليها ولا فكروا فيها. اعرفهم لا تمدح من يعني. ايوه الراس ايوه. اما الحظ الضعيف اللي يشيلها في صداره ويدور يزلها حضر يا رجل طال عمرك جر في المطاعم. والله يا مرحبا. الفطور والم؟ والم والقهوه والم والشاهي والم والحليب والم وكل شيء والم. الرجال من غير ما اصل منه شوي تغير اللون. حياك الله يا ابو نايف. ما اخذتني اول شيء لتركيا يوم رحت، وثاني شيء رحت اطلب الله في مكه ما حد تعلمتني. اول شيء تركيا ما اخذ لك برقبتي. لا هي بالقوه الجبريه. سواق ترى سواق اي ويحطوه في فمي يوكلوني. قلت لا تموت. ومشوار اليمس بغى اليوم الواحد، وانت هني وانا اترك عاقبني ولا دريت. والله لو دريت اني لا اعتمر معك يا اخو. اي أيوة والله وانت على دربي. انت رجالنا يقولون جاور السعيد تسعد، ودي جاورك سعادة عندك كلها. بس انت ما تلزم يا ابن احمد. وانت على سعادتنا عندك. وراجع الشباب بعد ما رحت لتركيا ضربت في المشاوي وضربت المزين والامور الزين بالله استانست. ما يفرقون بين اللي يطب اسطنبول فكني الله من ولد الى حسني من العام راح معي من حسني لين قطع تبي. ايه واه يلاوق مرتي هذه بهدوء. ايه الناس مدلوني الدروب ودلوني المحلات يعرفون يا ابن الحلال. تشوف 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 الاشخاص اللي معك ما عنهم منشود بس يعرفون المواقع هذه وكل شيء. جبت هذا؟ ايه؟ ما عاد يخاويني. الحمد لله والله ان شاء الله اروح معك. خلي منك استغنيت. شهرين لان خلصي شغلتين في يديني. تخلص العظم؟ ثم على 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 موسكو. يمديك تخلص العظم؟ ايش بخلص العظم؟ ها؟ كلينا. فليتوا فالناس اكلتم فلوسهم كل ما بعتوا لكم عماره سافرتوا. يا ويلكم. 10 5 يا ويلكم لله. ترى القطار ما يبغى واجد يعني احنا. يا ويلكم لله. اللي تقتصدون في السباكة وفي البويات وفي هذا وفي براميل البويات.
صباح الخير يا طلف الصبح السعيد، جل شان اللي مصورك عما يا صبور. يا اخي ماني برابطه تدري ان الحر هذا نعمه يا ابو عجام يفتح المناسب والبشره البشره متسدده عندك يفتحها يظهر السموم والكربونات اللي في جسمك اللي كاذبين عليك. منو انت كل من كذب عليك صدق؟ انا اقول لو يقول لك الجمر فيه نعمه بلعته طيب وشغلان كيف خل مناسبك تفتح الحين اخذ لك شاي حبك حرك طلع برا جوا ياخذ عم شغلان كيف خله يا مريض اتنا اتنا ايش ما ادانا الحر ابو عزام يا اخوي حر يا اخوي انت تصور حر يا ابو غاز والله حر هذا منزل الجزر عنا طالبين قهوه بالثلج عطهم حار عطني اثر الثلج حط الثلج اللي عندك كله كل الثلج اللي عندك حطه في الكوب حر 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 وهذا الطعس هذا يقول ما انا بمكيف زود خلاص والله ان المكيف انت ترى ها انت مر مره لا مكيف كانه هواء كله رحنا ناشبين في الزبلت ما عدنا مش هو ربي طبيعي انا شوف كيف غريب برا والله برا برات يا محن والله نش والله نشناس عار ريحتك ما استوعب المجيدين نشناس وين نشناس والله برات عانهم يقرطعون في الثلج ويقولون الحين تشرب ثلج تبش مع جنبك يا طيب خلني ابش مع جنبي يا شيخ اظن تطلع البلاوي تقول لك فرط مبنشر هذا اللي الله قدرني عليه هذا اللي تنقش عنا التب انتبه العلم ايه بعد فطور الرجال هذا ايه وانا بغى العلم منقاذ نبلبه هذا اللي الله قدرني عليه هذا اللي تنقش عنا التب انتبه العلم ايه بعد فطور الرجال هذا ايه وانا بغى العلم منقاذ شيخه عدوا 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 اطرى اطرى الخوص والله هذا حر اللي ما يلعب امشي ابن حلال وهداه يا دوب تعاوننا على كلنا يا رب السكينة قوية سكين ونعم والله ونعم ها تعاقل سكيني تبغى تكمل والله صرخ خايك لو بسنون انت والله ما تبى منك غير قضعه واحده واحده بس طق كامل اللي انت قطع انت وعاني كل شويه اقلع واحد هذا وانت تقلع فيها اصلا اثنين قدام تكفي على بعض النوبين الثنيتين اي والله افضل يقلع ما حد غير يا وبيحط ابو وجهه هذا شياطين هذا والله هذا انت بلا طرح انا فوق هلا اتحداك تجيب اسمه هذا شغل لا الاسم العام التكيتي الهادي ايش يقولون لها مروحه اتحدى الك اللي تبغى يلا سناره هو بس سناره تبغى السمك